هنعمل مجموعة فيديوهات عن الإجهاض، والإجهاض ده هو نزول الجنين قبل 24 أسبوع، وبيتقسم أكتوالي إلى إجهاض بيبقى في أول 3 شهور، وإجهاض في منتصف الحمل. يعني بنسمي الإجهاض ده لغاية 12 أسبوع early، بيجي بدري، والإجهاض اللي بيكون متأخر بنقول بنسميه ميد ترايمستر ميسكاريج. عامة الإجهاض في منه نوع احنا عارفينه كويس، وده بيحصل في 20% من الحالات أحيانا، بيبقى فيه نقط دم بتيجي أول 3 4 شهور مع الحمل، وده بنسميه إنذار بالإجهاض. والفكرة بتاعته بمنتهى البساطة ان احنا اول ما بنسمع النبض بتاع البيبي بنقدر ندي مثبتات، وبنخلي الام ترتاح، وبنتابع اذا كان بنعمل سونار علشان خاطر لو في اي انفصال في الكيس او المشيمة حوالين البيبي ولا لا، ونتابع الام كل اسبوعين لغاية ما نطمن على حالتها والموضوع يبقى مستقر، وبنوقف المثبتات دي حسب حالة الأم. المهم إن هو ما يكونش نزل عليها دم آخر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ما يكونش فيه دم وما يكونش فيه مغص، وتكون حالتها مستقرة، وده بيسمى الإجهاض المنذر threatened miscarriage. الحاجات التانية بتاعت الإجهاض بيكون هو توقف النبض بتاع الجنين بعد ما بنسمعه، او يكون في عندنا كيس فاضي في اول الحمل، بنكتشف ان احنا ما عندناش، الجنين ما تكونش لغايه 6 إلى 7 أسابيع، ما ظهرش الجنين، او سمعنا النبض بتاع البيبي والنبض توقف. في الحاله دي احنا بنسميه ده حمل منسي، ميست ميسكاريج، ده هو اسمه كده، يعني مش عارفين السبب بالظبط، ولكن معناها ان الحمل توقف في الاسابيع الاولى من الحمل، نتيجة بقى ممكن يبقى في مشاكل جينية، ودي بتكون في 50% من الحالات. مهم جدا العمر بتاع الام والعمر بتاع الاب، كل ما بيزيد العمر بتاع الام كل ما بيزيد احتمال حدوث الإجهاض. فاحنا عندنا الإجهاض لو الأم من 35 إلى 40 بيكون نسبة الإجهاض 25%، أقل من 35 بيكون 15%، من 40 لـ44 بيوصل إلى 50%، بعد 45 بيوصل إلى أكثر من 93%. وبالنسبة للزوج بتكون لو كان العمر بتاع الزوج أكثر من 40 سنة. هنكمل الأسباب بتاعة الإجهاض. فأسباب الإجهاض احنا قلنا بتكون عندنا مشاكل جينية في الجنين، ودي بتكون في أكتر من 50% من الحالات. تاني حاجة بتكون العمر بتاع الأم والعمر بتاع الأب، كل ما تكبر الأم أو يكبر الأب كل ما بتزيد نسبة الإجهاض، وحكينا على الموضوع ده في الفيديو اللي فات. تاني حاجة البودي ماس اندكس، الوزن بتاع الأم، إذا كان أقل من 19 أو أكتر من 35 ده بيزود لي نسبة الإجهاض. إذا كانت الأم صغيرة أصغر من 19 سنة، أو زي ما احنا قلنا برضو الأم كبيرة. الناس اللي بتشرب قهوة كتير، أو لا قدر الله بقى في نيكوتين أو كحوليات أو كده، ده طبعا برضو بيزود نسبة الإجهاض لأنه بيقلل الدم اللي رايح للبيبي. بعض حالات الإجهاض بتكون سببها هو الرحم، بيكون abnormal، بيكون الشكل بتاعه في septum، يعني بيكون في النص حاجز، أو هما رحمين كويس، وساعات ده بيتسبب في حدوث الإجهاض، وده بيحصل في بعض الحالات اللي هما 13% تقريبا من حالات الإجهاض بيكون سببها ان يكون الرحم بتاعنا شكله غير طبيعي. طيب الشكل الغير طبيعي للرحم ده احنا ساعات بنعرفه قبل كده، لا ساعات بنكتشفه لاول مره واحنا حامل، وساعات ما بنكتشفوش خالص، يعني الواحده تحمل وتولد وهي عندها رحم ذو قرنين
وعادي جدا نكتشفه برضو مره من المرات بالصدفه واحنا بنعمل الالترا ساوند، لان لو حصل ان البيبي قعد في واحد من الجنبين وكبر خلاص ما فيش عندنا اي مشكله، بيكبر ويكمل والجنب التاني بيصغر والبيبي بيكمل الحمل عادي جدا. في حاجه برضو مهمه اللي هي بعض الامراض زي الايه، زي السكر الغير منضبط والغده الغير منضبطه. من الحاجات بقى المشهوره اللي طالعه يعني اليومين دول وموضه شويه كمان، هي حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم او مشاكل التجلط اللي بتيجي اللي هي بتقفل الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الجنين، والحاله دي بتحتاج تشخيص معين، هنتكلم على التشخيص المره الجايه. هنتكلم على التشخيص بتاع حالات الاجهاض. الحالات بتاعت الاجهاض لو حصل اجهاض متكرر يعني بيتم تعريفه حسب الجايد لاينز يا اما مرتين يا اما ثلاث مرات، والثلاث مرات مش لازم خالص يكونوا ورا بعض، يعني ممكن يكون جابت بيبي وبعد كده اجهاض وبعد كده جابت بيبي تاني واجهاض. فلو عملت لو في ثلاث اجهاضات اثناء الفتره بتاعه الحمل والولاده بتاعتها بتعتبر ده اسمه اجهاض متكرر. اول حاجه بنفكر فيها في الحاله دي ان احنا بنعمل الترا ساوند لان ده اسهل حاجه خلاص، ونعرف اذا كان الرحم فيه مشكله ولا لا. تاني حاجه بنشوف السكر لو في سكر او بدايات سكر، ولو في سكر طب منتظم ولا لا، نعمل تحليل الغده. في بعض التحاليل اللي بتتعمل عشان الانتي فوسفوليبيد سندروم اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو بتاع التجلط، والتحاليل دي لازم بتتعمل بعد الاجهاض بست اسابيع، وبتتعمل مرتين بينهم 12 اسبوع. يعني انا ما بقدرش احدد بتحليل واحد ولا بمره واحده، هما ثلاث تحاليل بيتعملوا بعد ست اسابيع من الاجهاض وبيتعملوا مرتين بينهم 12 اسبوع. دي بعض التحاليل اللي احنا ممكن والانفستيجيشنز والفحوصات اللي بتتعمل للناس اللي حصل لهم اجهاض. طيب احنا دلوقتي حالات الاجهاض هنعمل معاها ايه؟ اول حاجه بنصح بيها هي اللايف ستايل، يعني اول حاجه نغير نظام الاكل ويبقى نظام الاكل بتاعنا صحي، ونعمل رياضه ويبقى عندنا وبنوقف الشاي والقهوه والحاجات اللي فيها نيكوتين والكحول زي ما احنا اتفقنا، ويكون المناعه بتاعتنا كويسه ويبقى في شويه اكسبتنسي وريلاكسيشن والحاله النفسيه بتاعتنا نحاول نظبطها شويه. الحاجه الثانيه لو اكتشفنا ان احنا عندنا انتي فوسفوليبيد سندروم اللي هو احنا قلنا عليه بتاع التجلط وتم اكتشافه وتشخيصه تشخيص مظبوط، بناخد اسبرين وبناخد حقن الكليكسين علشان دي بتخلي الحمل يكمل وبتضيع خالص فكره الايه ان يبقى فيه فرصه للاجهاض مره تانية او توقف النبض. الحاجه الثانيه ان الناس اللي عندهم مشاكل في الرحم احنا بنصلحها يا اما عن طريق الجراحه، او لو حصل انهم حملوا على واحد من الناحيتين فخلاص بنسيبهم يحملوا ويكملوا الحمل بتاعهم، ما بيبقاش فيه اي مشكلة. اهم حاجة في موضوع الاجهاض يا جماعة ده لما بتجيلي بيشنت، طبعا دي من الاخبار السيئة جدا ان انا اقول لها والله ان النبض توقف بعد 12 اسبوع، بعد 4 اسابيع، بعد 8 اسابيع، whatever، من ان هي سمعت البيبي وكده. فاحنا بنسمع على البيبي عامه من 6 الى 7 اسابيع، فلما اقول لها لا والله ده انت عندك كيس فاضي، لا النبض توقف بعد ما كانت شايفاه، ده بيأثر في نفسيتها جدا وفي نفسية الزوج في نفس الوقت، وبتحتاج الى دعم نفسي قوي جدا. ولازم نبقى عارفين ان اكتر من 50% من حالات الاجهاض ما بيكونش ليها سبب واضح خلاص، وزي ما احنا دايما بنقول البيبي الكويس الله يبارك فيه ويخليه، والبيبي التعبان اللي عنده مشكلة خلاص ينزل علشان نجيب غيره بإذن الله. فطبعا بعض الأمهات وبعض البارتنرز حتى ساعات الأب برضو بيحصلوا نفس الفكرة، بيجي حاجة اسمها بوست تروماتيك ستريس سندروم، يعني يعيشوا قصة
فيها نوع من انواع قصه ما بعد الصدمه زي ما بنقول، واضطرابات، ويبقى فيه شويه انكزايتي، وفي بعض الناس كمان بتمر بمرحله الدبريشن، فبتحتاج كثير من الدعم اذا كان مننا او من المحيطين بالكابلز اللي عندهم حالات الاجهاض، خاصه لو كان اجهاض متكرر طبعا. واحنا دايما بنقول يا جماعه ان شاء الله باذن الله اللي بتحمل وتجهد احسن من اللي ما حملتش خالص، فان شاء الله في يوم هتحمل وتكملي حمل وامورك هتبقى تمام باذن الله، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكمل الحمل على خير. نسبه الاجهاض في اول 3 الى 4 اسابيع ساعات بتوصل الى 75% من حالات الاجهاض. لو وصلنا لمرحلة من 6 إلى 12 أسبوع الإجهاض بيقل إلى 5%، يعني أول ما بنسمع النبض بتاع البيبي نسبة الإجهاض بتقل إلى 5% بس خلاص، ولو عدينا 12 أسبوع نسبة الإجهاض بتقل إلى 3%، ولو أكتر من 20 أسبوع نسبة الإجهاض بتبقى 1%، يعني كل ما بنكبر في الحمل كل ما نسبة الإجهاض بتقل. فلازم تكوني مطمنة للحالات خاصة اللي عندها انذار بالإجهاض، إنها إن شاء الله كل يوم بيعدي بيكون أفضل من اليوم اللي قبله إن شاء الله.